أهلا وسهلا فيكم معنا قناة طلع وناس. اليوم معنا الجزر الأحمر بالزيت والثوم، أكلة صحية جدا. بدأ نقطع الجزر مكعبات زي ما واضح أمامكم الآن. هنقطع 3 حبات بصل طويلة بالشكل هذا. هنوضع تقريبا نصف كوب من زيت الزيتون في القدر. نبدأ بقليل البصل، نقلي البصل زي ما لاحظتوا الأول، نحط الملح، نحط الثوم، نحط الكزبرة الناشفة، نبدأ نقلبها على النار عشان تتجانس مع بعض. بعد ما يدبل البصل وياخذ لون الأبازير، نوضع عليه الجزر المقطع ونبدأ نقلب فيه زي ما انتم شايفين معنا بالفيديو. نضيف علبة طماطم مقشرة، نضيفها عليه ونبدأ نقلبه عشان يتجانس معه، مع إضافة لتر ماء مغلي عشان يبدأ يتقلب على النار. بعد الغليان نضيف 3 ملاعق صلصة طعام، 3 ملاعق صلصة طماطم نضيفها على الخليط بعد الغليان. نبدأ نقلبها ونلاحظ ان الموية ما زال منسوبة طيب. استغرق معانا الطبخ مدة ساعة على النار، وبعد الساعة هنلاحظ ان الجزر متماسك لكن مستوي. بعد الاستواء نقول لكم بالهنا والعافية، اكلة صحية جدا ما فيها اي دهون. واذا عجبتكم اتمنى الاشتراك معنا في القناة، ولا تنسوا اعجاباتكم وتعليقاتكم.